ايش اخواننا لحمه توقعين تشوفوا كل هالانواع اللحوم هاي وما تشوفوا وجهي جنبيها؟ نبدا الحلقه احسن. اهلا وسهلا فيكم من وين ما كنتوا وين ما كنتوا، اهم شيء تكونوا جوعانين. خلصنا حلقات اليابان وحكينا في نهاية الحلقة الماضية محطتنا القادمة هي دولة برضو في شرق آسيا عليها اهتمام كتير كبير حاليا من الشباب العربي، ولكن زي ما تعودنا في هذا الموسم حنضل نلفلف في الدول العربية. خلال لفلفتنا في العالم نيجي هيك على الدول العربية ونشوف ايش اخبار الاكل اللي فيها. وهنا دولة الإمارات العربية المتحدة، تحديدا العاصمة أبوظبي. البحر من أمامنا واللحوم من خلفنا. فاتح هون في أبوظبي مطعم جديد متخصص في اللحوم اسمه باترون ميت هاوس، عنده كتير أنواع لحوم، جمل، غزال، بقر، خرفان، لام الغابة كلياتها عنده. فاللي جاي نسويه اليوم إنه نأكل هاي الأشياء ونناقشها برضو ونشوف برضو مبدأ الدراي إيج، مبدأ الواقي وهاي الأشياء كلياتها. هيا بنا. بما اننا جايين ناكل لحمه لازم يكون معانا شريك هيك نتسامر واحنا بناكل اللحمه مع بعض، وبما اننا في ابو ظبي اتوقع واضحه جدا مين هو الشريك اليوم. هلا والله شادي حبيب القلب. فيك يا باسل في الامارات دارك وبيتك حبيبي، الله يسعدك. اليوم رح تاكل، تثق في كلامي؟ طبعا بوثق في كلامك. اليوم رح تاكل شغله يمكن ما تنساها طول المواسم السابقه. الله اكبر، انا بحب هذا الشاب لسبب والله. يلا يا اخوي يلا يلا الى اللحوم. عندهم طريقة حلوة في شوي اللحوم صراحة أول مرة أشوفها، مصممين سموكر صغيرة خاصة فيهم محطوطة في المطبخ، مش عشان تطبخ بالسموكينج، لا لا، بس عشان تعطي دخنة. يعني هو بأول شيء بعطوا اللحوم شوك على الفحم، بعدين بعلقها وبحطها في هاي السموكر على حطب الزيتون، جاي مستوردين حطب الزيتون عشان يعطي هاي النكهة. فعندك نكهة الفحم، بعدين نكهة الحطب، وبعدين الاستوى الطويل. وانا انا شايف صحن خضار، نعتبر هذا كلياته مقبلات. ما دام في صحن خضروات قدامنا فنعتبر كل اللحوم اللي قدامنا مقبلات، وهذا واقع. هاي اللحوم كلياتها هي لسه المقبلات عشان الاشياء الرهيبه جايه بعد شوي. ايش المقبلات اللي عندنا؟ خلي الفطر شوي على جنب. عندنا كباب، عندنا ظهر خروف، عندنا لحمه اللي هي الكفته المحشيه جبنه، عندنا مقبلات قطعتين واجيو، واحده واجيو استرالي ماربلينج 9 السكور 9، واحده واجيو ياباني. ناكل التنتين وحنحكي كلام مهم عن التنتين. عندنا هون لام ششلك اللي هو هذا اللحمه التركيه على الطريقه التركيه. عندنا هون واجيو سباجيتي، متذكرين الشابو شابو اللي اكلناها في اليابان كيف بقطعوا شرايح الواجيو كثير نحيف بحطوها في مرق السمك؟ اول سؤال، هاي مش مي؟ لا، هذه شوربه سمك. شوربة سمك، السمك الطائر او الفلاينج فيش. والله حلو. اوكي، هاي نفس شرايح اللحمه بحطوها على الفحم لثواني فبتصير هيك اشي كتير بشبه السباجيتي. نقول بسم الله على هاي سريعا سريعا. اول شيء هاي يلا. واجيو لحمه مفرومه، بس هي مش مفرومه، هي شرايح بس لانها على الفحم فصارت كانها صح، كانك تاكل لحمه مفرومه بس واجيو بس مش مفرومه. بلعت بسرعه بسرعه كثير، انبلعت بسرعه. شادي نفوت على الواجيو، انا بقدرش اشوف واجيو قدامي. يا شادي بنفعش قبل الواجيو. جرب اللام باك. كيف يعني ما قبل الواجيو؟ جرب هاي تسلى فيها. لام باك ظهر الخروف. ظهر الخروف، وعلمتنا الحياه انه قطعه اللحم اللي فيه تحتيها مرق بتضلك تغمسها لحد ما تخلصها، وشادي ما يضلش اي مرق. هاي له صح. من كم حلقه سالت شو ازكى قطعه في الخروف بحبها، جوابي كان واضح، الظهر. لا لا، اللي بفكر انه الفخذ ولا الكتف ولا حتى الرقبه، عاد قد مزاكي رقبه الخروف، لكن الظهر في الخروف الله اكبر. يعني بدون شوكه بدون سكينه بتمسكها بكل بساطه. لفتيلي هاي ممكن ناكل واجيو؟ توكل على الله. مصوب الدهنه، المكان الذي يقدم لك اللحوم يجب ان يقدم لك سكينه تقطع فيها اللحوم. سوري يا اخواننا، بنرجع السكينه تاعت اللحوم لانها مش للواجيو. الواجيو بتقطعه هيك بأضفرك صغير، هيك تمسك هيك تمرق عليه انقطع خلص. يا اخي شادي بالله عليك، الواجيو ما بتحس انه الله سبحانه وتعالى اعطى الشعب الصح هاي البقره؟ يعني تخيل مثلا الواجيو لو كانت عايشه في اي مكان تاني في العالم كان حرثوا فيها الارض فعلا، لكن خلص هيك بتحس الشعب الدقيق اللي كل التفاصيل مهتم فيها، الله حط الواجيو عنده. هذا الواجيو هو واجيو استرالي، والواجيو الاسترالي حكيناها برضو في حلقه اليابان، بتلاقي الواجيو اللي بيطلع من اليابان مش زي الواجيو اللي طالع من اليابان نفسها.
فهذه واجيو قطعة فخمة جدا اللي هي الماربلينج تبعها فوق 9 والقطعة أتوقع A5 كمان، لكنها جاية من أستراليا. من أستراليا. هنا جاية من وين؟ من الأوريجن تبعها، من اليابان. من الأوريجن تبعها. شو شادي؟ ستيك. أنت قاعد بتاكل قطعة ستيك، قطعة ستيك كويسة محترمة بتعلم ناس، لكن هاي اللي مش ستيك. شوفوا هو هون هاي المشكلة. العيب مش في الاستيكات الأخرى اللي في العالم، العيب في الواجيو الياباني نفسه. يا سلام يا سلام يا سلام. واجيو من اليابان. هاي قطايف تركية. يا أخي رائع، يا أخي رائع. الواجيو فيها سوفتنس رهيب، والله فيها سوفتنس رهيب. وعن جد كلمة حق، عن جد الأماكن اللي بتقدم واجيو، قدم واجيو أسترالي مش مشكلة، لكن قدم الواجيو الياباني كمان، خليه جنبه، خليه موجود. سعره أغلى، أكيد سعره أغلى. كواليتي بتاكل، كواليتي بتاكل كواليتي، مش موجود، مش اللي بتتوقعه، مش اللي بتتخيله. هذا الواجيو الياباني. إشي تاني، هاي قطعة ستيك، هاي هي المشكلة إنها هاي مش قطعة ستيك. وشكرا، وننتقل لأشياء أخرى ناكلها في الحياة. طيب في عندنا فاصل إعلاني. Yes, brother Basel. Yes, brother. This is the Ghazal. Ghazal. Canadian Ghazal. الغزال الكندي. Yes. يا أخوان مين أكل الغزال قبل هيك؟ إحنا الحين قدامنا كثير هاي الكائنات الحية، حنحكي عن، لا مش كائنات حية، كانت حية. كانت. بس المهم مين أكل الغزال قبل هيك؟ ترى الغزال مش بالحلاوة اللي بتتخيلوها، لا لا، الغزال صعب والغزال متعب في الطبخ والغزال مربك في الطبخ عشان يطلع إشي كويس، ما في دهون، كائن ما عنده دهون. This is baby milk veal ribs. Baby milk veal ribs. Only three more. One by one, one by one. عشان نشرح لهم. Baby يعني طفل. Baby milk يعني حليب. Baby milk veal البقر الصغير في العمر الطفل. Ribs اللي هي الأضلاع، يعني هذه بقرة عمرها 3 أشهر ما أكلت عشب. إحنا بنحكي في الاستيكات grass fed وgrain fed ومش عارف إيش. نو نو نو. هون ما عندك عشب أصلاً، فاللحمة نفسها تكوينها مختلف. عجيب، ما في ريحة لحمة، ما في ريحة لحمة، تحس إنه دجاج مش لحمة. حتى اللون، حتى الطعم، حتى الطعم قريب على الغزال أكثر من قريب على البقرة. This is camel leg. رقبة جمل. رقبة حوار. رقبة حوار. How old is the camel؟ كم حوار. حوار والله. تعلم الحوار الشاب والله إنه. 8 months. 8 months. حبيبي. أساد وريبز. بس سلر صح؟ والله توقعت. استنوا شوي بس على الدنيا وحتصيروا تسمعوا كلمة أساد في كل حارة وفي كل حين إن شاء الله. أكثر من مطعم أدخل عليه وأشوف عنده أسادو، شوف شكله زيك أقول له بس سلر، يقول لي فعلاً بس سلر. سوف يتفوق على الجميع الأسادو، استنوا عليه. لوك. يا أخوي أنا لوك، ما أنا شايف، أنا شايف كثير في حياتي يا صاحبي. كثير طيب. والله شايف كثير في حياتي. هو الأسادو اللي عندهم مسوينه بطريقة حلوة هيك، بدخلوا السموك على اللحمة بنفس هاي السموكر تبعتهم. You can see all the smoke. All the smoke is going to be fitted with the meat. فبتدخل السموك وبدخل الحطب وبتدخل الطراوي وتسع ساعات. على فكرة شادي، هاي وين راحت؟ هاي بعد 8 سنوات. أوكي. نعم، هاي بعد 8 سنوات. هاي عمرها 6 أشهر، هاي عمرها تقريبا من 8 إلى 9 سنوات اندبح البقرة. فشايف الفرق؟ والفرق مش بس في الحجم، الفرق في اللون. تعرف الرو ماتيريال تاعت اللحمة تاعت الستيك هاي حياتها. وهاي التوماهوك تاعت الغزال عشان ما حدش يزعل من حدا. وهاي التوماهوك تاعت الخروف. يلا توماهوك الخروف تفضل. وختامها مسك التوماهوك. انا عن جد بتمنى
هيك في يوم من الايام تمشي في مطاعم الوطن العربي كلياتها المطاعم الستيك هاوسز تلاقي على كل طاوله في توماهوك، على كل طاوله على كل ناس قاعدين على طاوله في توماهوك هيك في النص مقصوصه ومقبلات، زي كيف في البرازيل بسووها مرات في البيكانيا، ما حدا بيطلب بيكانيا، البيكانيا بتنزل على الطاوله عارف تبولة. هي تبوله بالضبط. فاتمنى ان نوصل لمرحله انه التبوله تبعتنا تصير قطعه التوماهوك. يا أصدقاء كلام مهم قبل ما نبدأ بالحلويات، لأنه أتوقع أنه بعد الحلويات خصوصاً صينية بقلاوة كاملة ما حكينا بعد الحلويات، بعد الحلويات الله 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 يسعدك يا شادي والله بحبك. يا أصدقاء إحنا قاعدين بنلف وصح تركيزنا عن جد على هذا الموسم، كتير ناس بعتولي إنه تركيز هذا الموسم كتير على اللحوم، صح القارات اللي رحنا عليها قارات كتير مشهورة في اللحوم، تركيزنا في هاي الفترة خلاص الموضوع فتحناه الموضوع حامي خلينا نكمل فيه. وجيتنا هون كمان برضو كنت بحكي مع شادي كثير في الموضوع انه بدنا نطلع من اطار انه خلص الحياه بس ستيك وبس خروف، اكلنا خرفان كثير اكلنا لحوم كثير، في اماكن موجوده حتى في مطاعمنا حتى في دولنا العربيه بتقدم اللحوم اللي بسموها اكزوتيك ميتس، ما تدور على مكان بعطي لك الفيل بعطي لك الغزال بعطي لك الجمل بعطي لك برضو الستيك وبجيب لك الستيك الاسترالي وبجيب لك الستيك الياباني وبتلاقي الانجس بتلاقي الدراي ايج عن اللحم قدامك حلويات والله لا والله بصير اللحم لها انت جوعان وشكلك وربي ما انت ساكت علي اليوم تفضل كلم على راحتك كمل على راحتك يلا. فهي نقطة استكشاف الإكزوتيك ميتس، الحياة مش بس خروف ستيك خروف بقر خروف بقر، جرب الجمال جرب الدجاج ما له مكان في راسك دجاج سمعنا عنه انسيناه هذا يا اخواننا، والدجاج حطوه على القائمة. شاهد انت قاعد بتاكل كنافة وربي من سايبك، كل الكلام اللي حكيناه خلوه على جنب نحكيه بعد الأكل. الكنافة مش بس فيها جبنة في النص، فيها بيستاشيو فيها فستق حلبي فيزياء هيك مبسوط انت طلعت معاك كايرا بقلاوة يا اخوان. انا قاعد باكل ببطء شديد 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 شديد، اللحمه والحلويات والايس كريم مع بعض الحين قاعدين بيجتمعوا لمه حبايب والله السوداني الاكل ده اكل شديد والله اكل شديد والله. يا اخوان خلصت حلقه اليوم يعطيكم العافيه، وان شاء الله يعني ان شاء الله نكون قدرنا نحاول نوصل إشي في هاي الحلقه اللي حكيناه قبل شوي، في كتير اشياء الواحد ممكن يجربها في عالم اللحوم نشوفكم وعلى فكره شادي هاي اخر حلقه في 2019 كل عام وانتم بخير يا اخواننا كل عام وانتم بخير حبيبي شادي. يلا يا جماعه نشوفكم السنه الجاي تصبحوا على خير من نفسه يحكيها والله تحكيها هون على الكاميرا هاي يلا ايوه انت قولها نشوفكم ان شاء الله بحلقه جديده مكان جديد اكل جديد ولاعب على الكاميرات كمان خلاص مكان اكل جديد خلص سنه جديده وسنه جديده اوكي السلام عليكم كل عام وانتم بخير